من 6 سنين ابتدينا خطة منظمة لتنظيم عمل الخدمة الاجتماعية بكل تفاصيلها. التفاصيل دي بتشمل حاجات كتيرة، بتشمل المساهمة في زواج البنات، بتشمل التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، وبتشمل كمان حالات المرض سواء المرض بالعلاج الدوائي أو العمليات أو عمليات الفحص والتشخيص زي الأشعاعات والحاجات اللي زي كده. المهم في فرايتيز كتيرة، في تنوعات كتيرة من خدمة البرامج، بس احنا حبينا نعملها بطريقة منظمة. فابتدينا في سنة عملناها على نطاق القاهرة، كنيسة القاهرة، ثم نطاق القاهرة الكبرى، ثم وجه بحري والقناة، ثم وجه إبلي كله. وابتدينا نعمل منظومة من خلال الرقم القومي في الكنيسة، الرقم القومي العادي بتاعنا من خلال الكيس، بحيث متلقي الخدمة يكون مسجل من خلال الرقم القومي. أولا ده بيبعد أي حالة من حالات التداخل، الكنيسة دي بتساعد والكنيسة دي بتساعد، فبيمنع أي صورة من صور الاحتيال. نمرة 2 بيقدر الاحتياجات بتاعتنا إيه، إحنا محتاجين مثلا علشان نعلم ولادنا عندنا عدد قد كده، العدد ده محتاج قد كده، نشوف ندور على المصادر اللي تغطي التعليم ده. ابتدينا نمشي في كده. بعد ما خلصنا مراحل وإخوة الرب في الكنائس، ابتدينا نعملها على مستوى المؤسسات. لما جمعنا ده كله ابتدينا بقى نحط خطة واضحة، وعملنا شركاء للتنمية. هذه المؤسسات خليناها شركاء للتنمية مع أسقفية الخدمات عندنا، وبقت كلها بتشتغل تحت أمبريلا أو تحت مظلة أسقفية الخدمات.